أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية. والبداية من القرية التي حاصرتها ميليشيا الحوثي ومنعت التجوال فيها لأكثر من 30 يوما، ثم توجت ذلك بحملة اختطاف طالت الأهالي حسب موقع المصدر أونلاين والذي عنون: الضالع ميليشيا الحوثي تختطف 38 من نشطاء ووجهات قرية الحقبة. وقال الموقع: شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات واسعة ضد النشطاء والوجهات بقرية الحقب في دمت شمال محافظة الضالع. وبحسب مصادر محلية للمصدر أونلاين، فقد ارتفع عدد المختطفين لدى الميليشيا إلى 38 شخصا، معظمهم من نشطاء ووجهات القرية التي خاضت مقاومة شرسة ضد الميليشيات قبل أن ينتهي الأمر باجتياحها ومداهمة منازل أهلها ونهب ممتلكاتهم. وأشار المصدر أونلاين أن عملية الاختطاف شملت أبناء الحقب بمن فيهم عدل القرية وشخصيات اجتماعية ومدرسون وشباب وصغار سن وعمال وغيرهم في حملة اختطاف هي الأوسع في المديرية. وكانت ميليشيا الحوثي وصالح قد فرضت في وقت سابق على المواطنين حظر التجوال في الحقب في خطوة أثارت استياء واسعا في الأوساط المختلفة. وعن ذات القرية التي داهمتها ميليشيا الحوثي واختطفت عددا من أهلها، عنون موقع يمن مونيتور: مسلحو الحوثي يختطفون عددا من أهالي قرية في دمت جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية اليمن مونيتور أن مسلحين من الحوثيين وقوات صالح على متن عربتين عسكريتين اقتحموا قرية الحقب الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة دمت واختطفوا الأهالي. وأضافت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح نقلوا المختطفين إلى جهة غير معلومة دون ذكر تفاصيل. وكان الحوثيون وقوات صالح قد فرضوا أيضا حظر تجوال على أبناء القرية قبل قرابة شهر، ما أثار استياء واسعا في صفوف الأهالي. الطوفان الذي لن يعبر. تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في موقع بوست، وقال الكاتب: عاشت يوغوسلافيا في عهد الرئيس السابق جوزيف تيتو بانسجام قومي ووئام تام بين كل أعراقها وديانتها المتعددة، إلا أنها تحولت إلى قباب دينية ومقاطعات عرقية في عهد ميلوسوفيتش الذي أراد في عام 1990 ميلادية فرض الهيمنة الصربية بسذاجة متناهية على باقي الأعراق والقوميات وإقصاء كل مكوناتها وفصائلها، ولم يجن من ذلك سوى الانقسام والشقة والكره. وبعد أنهار من الدماء وأكوام من الجماجم والأشلاء هزم وهرب وتخفى وتنكر، لكن الدماء التي سفكها لاحقته حتى أودعته السجن مع المجرمين وقطاع الطرق. وعندما انطلق الطوفان من صعدة وقوي عوده في عمران وبنيت عضلاته في صنعاء، بدأ يعبر من مدينة إلى أخرى ويجرف كل من يقف أمامه ناصبا ذيله فاردا أذنيه: نحن السوابق والصواعق، منتهكا حرمة الإنسان والمسجد والبنيان والمدرسة والمنشأة العامة والخاصة، والناس ينظرون إليه بذهول وغرابة شديدة لظهرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ حروب ميليشيا مع جيوش دولة نظامية. توقف الطوفان الذي كاد أن يبلغ مداه ويبتلع كل شيء انحسر، واقتنعوا أنهم لن يعبروا وأنه لا عاصم لهم من أمر الله ومن غضبه. الشعب الذي اهتزت براكينه وغلت الدماء في عروقه وأقسم أنهم لن يعبروا ولن يمروا إلى حيث يريدون. موقع الموقع بوست عنون في صفحته الأولى: مئات الأطفال المعاقين في تعز ينتظرون أطرافا صناعية. وقال الموقع: يستقبل مركز الأطراف الصناعية بمستشفى الثورة العام بتعز عددا كبيرا من الأطفال دون العاشرة مبتوري الأطراف، وهم ينتظرون تركيب أطراف صناعية بإشراف مختصين. ويقول مدير مركز الأطراف محمد الكندي للموقع بوست إن من يشرف على تصنيع الأطراف عددا من أخصائي الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمدينة تعز. وأضاف: الأطفال أكثر تقبلا وتأقلما مع الأطراف الصناعية من الكبار، وهم يتجاوبون مع التدريب على المشي بسرعة أكبر.
وهو أمر حسب رأيه يساعد المريض فيما بعد على تقبل وضعه عندما يكبر ويصبح شابا. موقع عدن تايم عنون في صفحته الرئيسية وقال: الحوثيون يمنعون وفد اليونيسف من دخول تعز. وقال تفاصيل الموقع أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منعت وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من دخول مدينة تعز. وقال نشوان الحسامي عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية أنه كان من المقرر أن يصل وفد المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى مقر السلطات المحلية للمدينة المحاصرة من أجل الاطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية، لكن الحوثيين منعوهم من الدخول. ويقول الموقع: منذ عدة أشهر يحاصر الحوثيون وقوات صالح مدينة تعز من منطقة الحوبان في الشمال والربيعي في الشرق، فيما تحدها السلاسل الجبلية من الجنوب. وما يزال معبر غراب الواقع غربي المدينة مغلقا من قبل الحوثيين وقوات صالح، ومنذ أواخر أغسطس يمنعون دخول وخروج المدنيين والمواد الإغاثية والتموينية عبر المعبر بشكل نهائي. حكومة مناضلين لا حكومة ضيوف. تحت هذا العنوان كتب علي الفقيه مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، وقال الكاتب: في كل مرة كانت الحكومة تعلن أن عودتها إلى عدن نهائية لإدارة المناطق المحررة ولمتابعة المعركة التي يخوضها الجيش الوطني ومعه كل الأحرار من اليمنيين لاستعادة الدولة التي فرطت فيها النخبة، حين كان يمكنها عمل شيء لوقف التهام الميليشيات للدولة. اليمن ليس بحاجة إلى حكومة ضيوف تزوره بين الحين والآخر، بل يحتاج إلى حكومة مناضلين تشاركه المعركة وتواجه كل الآفات التي يواجهها الشعب المطحون. يحتاج إلى حكومة فدائيين يتحملون البعوض والظلام والحر ويواجهون مناظر البؤس والشقاء التي تبدو على وجوه المواطنين منذ أن تضع قدمك على الأرض اليمنية. كيف يمكن لحكومة أن تدير شؤون بلد وهي تقيم في بلد آخر؟ إذا كنتم تشعرون أن عدن ليست آمنة ولا مهيئة لبقائكم فيها، يمكنكم أن تستقروا في لحج الضالع أبيان سيئون أو المكلا أو المهرة أو مأرب أو سقطرى أو الجوف. أقنعوا أنفسكم أنكم لن تكونوا حكومة الجمهورية اليمنية حقيقة إلا إذا بقيتم داخل الجمهورية اليمنية وعشتم مشاكلها وفكرتم جديا في مواجهة تلك المشاكل بحلول ومعالجات مبتكرة. يمكن حينها للعالم كله أن يتعامل معكم كحكومة فعلية ويفكر في دعمكم. هل تعتقدون أن العالم يمكنه تصديق جديتكم في استعادة الدولة وهو يراكم تحلون ضيوفا في اليمن ثم ترحلون سريعا؟ الاعتراف الدولي بكم لا يكفي، مع أنه لن يستمر إذا بقيتم تراوحون في مربع العجز. العالم يخشى انتشار وتمدد الإرهاب في مناطق الصراع بنفس القدر الذي تشهده المناطق المحررة التي تبدو لهم خارج سيطرة الانقلابيين وخارج سيطرة الحكومة الشرعية. إلى موقع الصهاريج نيوز نقلا عن مصادر بنكية أكدت أن البنك المركزي بصنعاء يمتلك سيولة كبيرة من العملة تكفي لدفع رواتب لعدة أشهر. وكشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي بصنعاء أن البنك يمتلك سيولة كبيرة من العملة الأجنبية تكفي لدفع الرواتب لعدة أشهر. وبحسب المصادر فإن البنك المركزي في صنعاء لديه أكثر من مليار ريال سعودي وما يقرب من 500 مليون دولار تكفي لصرف الرواتب لخمسة أشهر على الأقل للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بمن فيهم الجيش والأمن بالكامل، لكن جماعة الحوثي تصر على عدم الصرف. كما أكدت المصادر أن ما يقرب من 5 مليار ريال يمني تجمعت خلال الأسابيع الماضية كسيولة نقدية من إيرادات ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الضرائب والجمارك وميناء الحديدة والاتصالات وشركة التبغ والكبريت وكاك بنك وبنك الإنشاء والتعمير وغيرها من مؤسسات الدولة. ويقول الصهاريج نيوز: يمكن للبنك المركزي بصنعاء بيع العملة الأجنبية في السوق المحلية للتجار والمواطنين مقابل عملة محلية تستخدم لصرف الرواتب كما فعل البنك المركزي بعدن، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من السيولة المحلية المتوفرة حاليا للكثير من الجهات الحكومية والمتقاعدين.
وكانت الحكومة بعدن قد وجهت البنك المركزي فرع صنعاء ببدء صرف الرواتب وجدولة الجهات التي ستستلم رواتبها وفق السيولة المتاحة، لكن الحوثيين منعوا البنك من تنفيذ تلك التوجيهات ومنعوا صرف راتب أي جهة. الطلاب في مدينة تعز محاطون بالمخاطر والحرب، ومع ذلك تجاهلوا كل ذلك وذهبوا إلى مدارسهم وأزالوا عنها كل الآثار التي تحول دون الدراسة. مجموعة من الصور تعكس إرادتهم في استئناف الرحلة. نتابع الصور المنشورة في أكثر من موقع. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني. ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونصحبكم في جولة بين عدد من الصحف العربية، والبداية من صحيفة الخليج والتي عنونت تقدم الشرعية في صعدة يعزز التفاؤل الشعبي بانهيار وشيك للحوثيين. وقالت الصحيفة عزز تقدم قوات الشرعية في اليمن بإسناد من قوات التحالف العربي في جبهة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين واستعادتها العديد من المناطق في مديريات البقع واكتاف من سقف التفاؤل الشعبي، وخاصة في أوساط سكان المدينة الحدودية البسطاء في اقتراب موعد الخلاص من هيمنة الميليشيا الانقلابية. وفرض تقدم قوات الشرعية بدعم مكثف من قوات التحالف في جبهة صعدة خيارات صعبة على الميليشيا الانقلابية التي استنزفت في جبهات نهم وسرواح وتعز وميدي والحدود مع السعودية، وتواجه تحديات في سرعة إعادة التمركز في صعدة وتدارك سقوط معقلها الرئيسي في قبضة قوات الشرعية. وتنقل الصحيفة عن أحد الوجاهات الشابة المناهضة للحوثيين في منطقة صعدة القديمة في تصريح للخليج أن استعادة قوات الشرعية صعدة من قبضة الحوثيين وإنهاء سيطرتهم المطلقة عليها المستمرة منذ ما يزيد على 5 سنوات يمثل أمنية مؤجلة طالما راودت سكان المحافظة البسطاء الذين جرعتهم جماعة الحوثي الكثير من المرارة وفرضت عليهم واقعا من الشتات وعدم الاستقرار. صحيفة العربي الجديد تابعت الأوضاع التي يعيشها المسنون في اليمن، وقالت في مادة أعدها أكاديمي لبناني: دخل اليمن الحرب بابها الواسع بعد أن ظن كثيرون أنه نفذ من شباكها. هي حرب نظامية وشبه نظامية تدور رحاها على شعاب الجبال وحول المدن والقرى وفي داخلها. وتتقارب أوضاع كبار السن في اليمن من أوضاع من سواهم في الدول التي تغرق في وحل حروبها وحروب غيرها. نسبة المسنين في اليمن أعلى من نسبتهم في العراق، لكنها أقل مما هي عليه في لبنان وسوريا وتونس وغيرها. اليمن لم ينعم بثروات كتلك التي تعرفها منطقة الخليج وبلاد الرافدين، ولم يملك يوما سهولا زراعية خصبة ولا ثروات معدنية، كذلك لم يعرف أطر دولة واحدة متماسكة. كبار السن أكثر من الأطفال في عدم الحصول على ما يسد حاجتهم، ونضيف إلى أن قائمة الأمراض المعروفة بهذه الفئة
فقر الدم والأمراض المعوية والمعدية بفعل تعذر الحصول على وجبات يومية وكذلك الوصول إلى طبيب أو مستشفى للعلاج والمتابعة. أما مياه الشرب النظيفة والطاقة الكهربائية فتحصل عليهما بعض المدن وتفقدان في الأرياف فيما يتعذر تأمين وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها. يذكر أن سكان تعز لا يختلفون عن سكان المدن والبلدات المحاصرة في سوريا والعراق. مدن عربية بائسة، تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في العرب الجديد، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: لا يستطيع المرء وهو يشاهد عمليات القصف والغزو والتدمير والإنهاك التي تعيشها مدن عربية كانت يوما من رموز الحياة العربية بمعناها الحضاري والثقافي والإنساني إلا أن يصيبه اليأس والأسى على ما وصلت إليه هذه المدن. فمن حلب قلب الشام وأقدم مدن الأرض وقد حولها الروس وميليشيات بشار الأسد إلى كومة من الركام وهجروا أهلها، إلى الموصل ثاني أكبر المدن والحواضر العراقية ومقر كبرى القبائل العربية بتنوعها المذهبي والديني والمرجعي، إلى القاهرة بتأريخها وعمقها الحضاري والبشري، وقد تحولت إلى مدينة أشباح قتل فيها معنى الحياة بفعل القهر السياسي والاجتماعي الذي تئن تحت وطأته ويكاد أن ينفجر في وجوه الجميع، وانتهاء ببغداد التي باتت مدينة مرعبة بسبب التفجيرات والعربات المفخخة التي باتت جزءا من الطقس اليومي منذ غزوها وسقوطها في 2003. ويزداد الأسى حين يقارن المرء هذه المدن العربية بمدن وحواضر أخرى سواء في المنطقة أو خارجها نجحت في الاحتفاظ بعراقتها وإرثها التاريخي والحضاري، وأصبحت قبلة للزائرين والباحثين عن معنى للذات وتكويناتها الهوياتية والتاريخية، كما الحال في إسطنبول أو مدن غربية كفيينا ولندن وجنيف وفلورنسا وروما وقرطبة. فالسفر إلى هذه المدن والتجول في شوارعها وأزقتها أصبح متعة بحد ذاتها وخلوة يهرب إليها المرء من جحيم القهر والصراع والاستقطاب الذي لم يترك مجتمعا في منطقتنا لم يترك بصمته عليه. بؤس المدن العربية أصله سياسي وتمثلاته اجتماعية وإنسانية وهوياتية. صحيفة السياسة الكويتية أوردت عدة عناوين متعلقة بالهدنة في اليمن، وقالت الصحيفة: مسؤول أممي طالب بتمديد وقف إطلاق النار إلى أسبوعين لتوصيل المساعدات لتعز وإب. وعنونا في ذات الموضوع: التحالف العربي ينعى الهدنة وسط تواصل خروقات الحوثيين لليوم الثاني. وقالت الصحيفة إن التحالف العربي لإحلال الشرعية في اليمن نعى الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة 72 ساعة، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عنها طالما أصرت ميليشيات الحوثي على خرقها بمئات التجاوزات منذ الساعات الأولى لبدء تطبيقها قبل منتصف ليلة الأربعاء الماضي. صحيفة الحياة اللندنية سلطت الضوء على الشأن اليمني، ومن بينها ما أوردته الصحيفة: مقتل قادة حوثيين في معارك قرب الحدود السعودية. وفي التفاصيل قالت الحياة: تمكنت القوات السعودية من التصدي لمحاولات واسعة لتسلل مسلحين حوثيين، وتمكنت من القضاء على العشرات منهم قبالة الحدود مع نجران. وأضافت الصحيفة أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الميداني الحوثي أحمد شرف الدين المهدي بغارة جوية قبالة منطقة الربوعة السعودية، وكذلك مقتل القيادي رياض عبد الله قوارة في منطقة ميدي قبالة منطقة الموسم السعودية. صحيفة الاتحاد الإماراتية اهتمت بالشأن اليمني وعنونت في إحدى صفحاتها: قباطي الانقلابيون دمروا السياحة. وفي تفاصيل الخبر قالت الصحيفة: أكد وزير السياحة اليمني محمد قباطي أن قطاع السياحة تدمر بشكل كامل جراء الحرب العبثية التي فرضتها الميليشيات الانقلابية على الشعب اليمني منذ عام ونصف. وأضاف قباطي خلال لقائه برئيس الحكومة: لدى الوزارة خطة متكاملة ستنفذها بالتنسيق مع وزارتي المياه والبيئة والإعلام، والتي ستنعش القطاع السياحي وتوفر الخدمات للسياحة خلال الفترة القادمة. وأكد الوزير أن الحرب التي يشنها الانقلابيون
أضرت بقطاع السياحة بشكل كبير، وأن إنعاشها أمر في غاية الأهمية لما تمثله من رافد اقتصادي مهم للبلاد. الراعي والكلب أقوى من القطيع. تحت هذا العنوان كتب فيصل القاسم مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال القاسم في أجزاء من مقاله: كم أشعر الآن بالشفقة على شعوبنا التي أعطيناها قوة خارقة، فتبين أننا حالمون ورومانسيون ومخدوعون بالنظرة الماركسية لدور الشعب في حركة التاريخ. ولو كان ماركس حياً الآن لربما أعاد النظر في كل نظرياته الطوباوية حول قوة الشعب ودوره في صنع التاريخ، ولربما اعترف بأنه كان رومانسياً أكثر من اللازم. انظروا كيف تبخرت أحلام الشعوب بالتغيير في بلاد الربيع العربي، وباتت تحن إلى أيام الطغيان الخوالي، لأنها دفعت ثمناً لم تكن تتخيله أبداً، ولأنها حاولت أن تشق عصا الطاعة وتثور على الرعاة المتحكمين بهذا العالم. قد أظهرت الأيام أن الشعوب بلا حول ولا قوة في مواجهة سادة العالم وأدواتهم الصغيرة التي تتحكم بالشعوب في بلادنا وغيرها. ماذا بقي من الثورة المصرية التي بحت حناجرنا ونحن نصفق لملايينها في ميدان التحرير؟ بالأمس خرج الشعب كالسيل الجارف ليطرد طاغية من الحكم، وفي اليوم التالي خرج الشعب نفسه ليهلل ويطبل ويزمر لطاغية أفظع بنفس الحماسة. لماذا؟ هل ما زال الرومانسيون الماركسيون يستطيعون الحديث عن قوة الشعب في سوريا وغيرها؟ أم أن حسبهم أن يشفقوا على وضع الشعب اللاجئ والنازح والمشرد والجائع والمعتقل والنازف والمتوسل؟ سامحونا إن قلنا إن الشعوب مجرد فرائس مغلوبة على أمرها في غابات يسمونها مجازا دولا، وأن الوحوش آكلة اللحوم أقوى بعشرة المرات من الحيوانات آكلة العشب، وأن وحشا واحدا لاحما يستطيع أن يقضي أو يسيطر على ملايين الحيوانات العاشبة. دعونا نعترف أن الدولة العميقة في بلادنا استطاعت أن تعيد الشعوب إلى زريبة الطاعة راضية مرضية. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نترككم في أمان الله، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.